نستكمل هذه النشرة حيث تحدث المسماري أيضا عن مساندة قطر لأشخاص بعينهم يقومون بدعم الإرهابيين من بينهم علي الصلابي وهو أحد الممولين لجماعة الإخوان وميليشيا فجر ليبيا. مثلا نأخذ الآن التدخل القطري في ليبيا وتسلسل التدخل القطري في ليبيا من خلال رسومات أعديناها ومن خلال أسماء بدون أي مواربة وبدون أي هذه قطر. قطر عندها عدة خطوط للإمداد في ليبيا تمد في علي الصلابي وهو متواجد في قطر ويمتلك قناة ليبيا الأحرار. هذا الشخص وهو علي الصلابي يقوم بمد جماعة الأخوان المسلمين وبمد فجر ليبيا ويقوم كذلك هذه جماعة الأخوان المسلمين. هذا نزار كعوان أحد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين وكان ناطق رسمي باسم الجماعة. لدينا فيديوهات الآن سنعرض أسماء وبعد ذلك نعرض فيديوهات لكل ما نقول الآن. في منطقة كذلك هذا إسماعيل الصلابي وهو قائد تنظيم القاعدة في بنغازي وهو الابن المدلل لقطر وكل الشحنات الأسلحة التي تأتي من إسماعيل الصلابي تبعث لأخيه وهو إسماعيل الصلابي.